انفجر هاتفي في رأسي أثناء شحنه على مخدتي. تم العثور على رأسي محطم في صباح اليوم التالي. أنا ألوى فتاة تبلغ من العمر 14 عاما من كازاخستان. مثل كل ليلة أقوم بشحن هاتفي على مخدتي. مساء أوت 2019 وضعت موسيقى ناعمة لمساعدتي على النوم. ما لم أكن أعرف أنه كان هاتفي يسخن ومحتجز بين مخدتين، ولم يكن لديه سحب للهواء، لذا لم يكن هناك طريقة لتنظيم درجة حرارته. كانت المشكلة في الشاحن، ولكن أيضا من هاتفي. وفجأة بطارية هاتفي الذكي انفجرت بعنف، مما أدى إلى تمزيق عيني وجزء من رأسي، وذاب الشاحن وأصبح القابس غير قابل للاستخدام. في صباح اليوم التالي جاءت أمي لإيقاظي للذهاب إلى المدرسة، لكن توقف قلبي عن النبض منذ فترة طويلة. لقد وجدتني ميتة واحترقت المخدة في صدمة. اتصلت على الفور النجدة، لكن كان الأوان قد فات. لقد كنت بالفعل في العالم الآخر. رجاء كن حذرا عندما تشحن هاتفك، ولا تتركه أبدا بجوار رأسك أثناء الليل. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم.